أهلا بيكم في قناة تشكيلة، معاكم علي عبد العزيز. الحكاية النهاردة عن أول ماكينة ATM في العالم اخترعها المصريين، وكان اسمها الخزينة الليلية. الحكاية بدأت يوم 27 يونيو 1967، تم تركيب أول ماكينة صرف آلي في العالم. لكن احنا كمصريين كنا مبدعين وسابقين العالم كله، وقبل اختراع الـ ATM كانت منتشرة ماكينات في شوارع مصر، حاجة شبهها كده اسمها الخزينة الليلية. ودي سورتها يا جماعة، الخزينة الليلية لتسهيل خدمة الإيداع النقدي فقط في خارج مواعيد العمل الرسمية للبنوك. كانت عبارة عن أدراج حديدية مثبتة في حائط البنك اللي على الشارع من بره، علشان لو حبيت تحط فلوسك في البنك بالليل أو في أي يوم أجازة للبنك والبنك قافل. عملاء البنك كانوا بياخدوا نسخة من مفتاح الخزنة دي ويروحوا فاتحين الخزنة دي وجايب ظرف فيه اسمك والمبلغ ورقم حسابك، وتلمي الظرف، يقع الظرف في اسطوانة كبيرة جوه البنك لحد ما يوصل لصندوق جوه البنك، لحد ما يجي الصبح والموظف المختص يحط المبلغ في حسابك. والله كنا مبدعين يا جماعة. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، اللينك في أول تعليق.